بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن المجموعة الأخيرة والثالثة من الشقوق الحامضية والتي تسمى بالأنيونات، وتسمى هذه المجموعة بالمجموعة العامة. هذه المجموعة ليس لها كاشف كما في المجموعتين السابقتين. هندرس منها أملاح أو أنيونات الكبريتات والفوسفات. فلو ابتدينا بالكبريتات، هناخد جزء من أملاح الكبريتات نعمل منه محلول، وهنفعله مع كاشف نترات الفضة المركزة. زي ما احنا شايفين تكون راسب ابيض من كبريتات الفضة. طيب لو جينا في حالة الفوسفات، ناخد جزء من الملح نعمل منه محلول، نفعله مع محلول نترات الفضة المركزة. زي ما احنا شايفين تكون راسب أصفر من فوسفات الفضة. طيب في كمان تجربة تأكيدية تانية مع كاشف تاني ممكن تأكد لنا مع خلاط الرصاص. فلو جينا في حالة الكبريتات، نعمل منها محلول، ونفعلها، نرج الأنبوبة كويس، نفعلها مع محلول خلاط الرصاص، هنلاحظ تكون راسب أبيض من كبريتات الرصاص. هذا الراسب الأبيض لا يذوب في الأحماض المخففة، ولذلك لو جينا خدنا محلول من حمض HCl المخفف هنلاقي الراسب الأبيض زي ما هو موجود. ده في حالة الكبريتات. في حالة الفوسفات ناخد جزء من الملح مع محلول خلاط الرصاص، نعمل منه محلول في البداية، زي ما احنا شايفين تكون راسب أبيض من فوسفات الرصاص. هذا الراسب بيذوب بالأحماض المخففة، يعني لو جينا خدنا محلول HCl المخفف أو حمض HCl المخفف هنلاقي إن المحلول بيذوب في الحمض بتاعي. بعكس الكبريتات ما فيش أي ذوبانية بالحمض المخفف. طيب في كمان كاشف تاني ممكن إن احنا أو تجربة تأكيدية تانية مع محلول كلوريد الباريوم. فلو جينا خدنا جزء من أملاح الكبريتات عملنا منها محلول،
وخدناه مع محلول كلوريد الباريوم. هنلاحظ تكون راسب أبيض من كبريتات الباريوم. هذا الراسب لا يذوب في الأحماض المخففة، فلو جينا خدنا حمض HCl المخفف هنلاقي الراسب زي ما هو موجود اهو. طيب في حالة الفوسفات هناخد جزء من الأملاح الفوسفات نعمل منها محلول، ونفعله مع كلوريد محلول كلوريد الباريوم. هنلاحظ تكون راسب أبيض من فوسفات الباريوم. هذا الراسب بيذوب الأحماض المخففة، يعني لو جينا خدنا حمض HCl المخفف هنلاقي إن المحلول بتاعنا بقى داب فيه كمان من الراسب وبقى شفاف. وبكده نكون انتهينا من دراسة الشقوق الحامضية، الثلاث مجموعات بتوع الشقوق الحامضية. إن شاء الله في اللقاء القادم نتحدث عن الشقوق القاعدية.